الفضيلة، هي الأوقات الفضيلة، منها التكبير يا أبو صالح والذكر والاستغفار، والأب يجمع عياله على الذكر ويجمع عياله على الصيام، يجمعهم على الطاعة. فرصة فيها الأيام للوالدين يا أبو صالح. والله يا أخواني الحضيض اللي الله يوفقه مثل الحكمة مع أولاده مع الأهل والموعظة الحسنة. بعض المواعظ مثلا بالمجتمع مثل نصيحة ترى تصير فضيحة، صحيح، لكن سلام. الخاصة مثلا وان ترى وتنكر الله المستعان، لكن عندك مثلا الشباب يجب انك مثلا تاخذ عن خطرهم وتدور الوقت المناسب مثلا وتنخاهم على هذه الايام المباركه اللي يقسم بها رب العالمين. الله ما يقسم الا بشيء عظيم، الله اكبر. واقسم بالايام العشر والفجر وليال العشر، هذه العشر دخلتوا بها يا اخوان وترى لي ما يغفر ذنبه ويفوت عليها الفوت ترى خسران. الله. هذا أعمار أمتي ذكر النبي اللهم صل على محمد بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، صحيح. لكن الله عوضهم مواسم، الله عوضهم مواسم خير، يلحقون الأمم اللي قبلهم اللي لهم 100 سنين و500 سنة وقيل اللي يصلون على 1000 سنة، يعني بها المواسم الطيبة عطاهم الله رمضان، عطاهم الله الأيام العشر، عطاهم الله الصيام من كل شهر 3 أيام، الله أكبر. مثل الاثنين والخميس، يا سلام. مثل الباب مفتوح للمسلم، صحيح. هم تبي يضيع نفسك الحقيقة وتبي تقول والله اللي ما قرأ درى، كل الناس قروا، إيه دروا، لكن المنة على من هداها الله. أنت قربهم ولينهم ولا تأخذهم بالعنف، ترى العنف ما يجيب شيء. لو مثل تقول أنت يا الله يكرم من عندي يا حمار، قال الحمار ما يصلي ولا يصوم، صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. لكن يا مسلم يا غالي يا طيب يا اليوم الأول واليوم الثاني، والله أني أعرف لك ناس لهم عيال الله يهدينا وإياهم، وقد يكون السبب منهم هم يدعون على أولادهم. لا غلط. وترى يا أخواني الدعاء كان الدعاء له هذه عبادة، أنت عينت خير والله أنك ما تفلس برد الحي القيوم، الله. يعني عملت عبادة طيبة وترجو الخير، لكن يا اخواني به ناس الا هذا قال لا يردك، هو ما يجي الخبر الا هو بالثلاجه، صحيح. يعني مره تكرار وتتصارت كثير حتى نقيل بنعمه زعل عليه ابوه، صحيح. وقال الله يردك وزلق عند فم الباب، صحيح. وحصل له ما حصل، لكن قد يكون هذه المصيبه عليه عباده. أيوة. حال الحين ما شاء الله يزورونه من الشرق والغرب، الله. او تزوج وافلح وعين خير وسمعت انه مره ثانيه، فيا اخواني بعض المصايب ترى هي يمكن ترد اللسان للحق. الله اكبر. انا عندي قصه طويله اذا ترغبون بها جيبها ولا بعد ابو عبد الله الفاصل. لا 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 عندك عشان الفاصل قرب، سم يا ابو محمد. وش باقي ابو صالح عليها؟ والله القصه هذه تاخذ يمكن 3 دقائق ما شاء الله، طويله جيب طويله. لا